والله أنا أعتقد القوانين والأسواق موجودة، عليها التحرك. والجيد أن إحنا في المنطقة العربية نحن أسواق ناشئة، فرص العمل التجاري موجودة في كل مجال، عليك تتحرك، عليك تكون شجاع. رأس المال ما هو مشكلة، ولكن لازم يكون عندك الرغبة، الشغف، وتكون شجاع وتتحرك، وبتطيح على وجهك كم مرة وبتقوم. أنا طحت من أول محل كيك فتحته إلى محلات منتب الكرامة جزم، إلى بعدين بنيت شركة عقارية ب 240 مليار 220 مليار اليوم. فالإنسان لازم ولازم ما يسمع كلام الفاشلين، والله لا ترى إذا ما سويت هذا والله يمكن أنت مات. أنا لما عملت برج خليفة، لا أنا مهندس ولا إنجينير، ولا أبوي مهندس ولا أبوي إنجينير، ولا عمري عملت عمارة طويلة، لكن في حب وفي عمل بجد واجتهاد وليل ونهار ومخاطرة. بس ما تسمع كلام اللي يقول لك لا والله يمكن ما تقدر، هذا ما تسمع كلام الفاشل اللي سميه، ما نسمع كلام. لازم ما تجلس جنب إلا أحسن الناس، أحسن الناس بالأخلاق، أحسن الناس بالعلم، أحسن الناس بالجد والاجتهاد. مثل واحد يا أما تبي تلعب كرة قدم مع كرواتيا ألمانيا، ولا تروح ما أبغي أذكر اسمه، أو تروح تلعب كرة قدم فريق مع فريق كرة قدم يلا يلا يفوز بمنتخب الحارة. فأنا أقول خليك مع المنتخب الشاطر عشان تغذي الرأس، عشان يكون عندك انت طاقة إيجابية، وتصير الدنيا كلها متفتحة أمامك. أما تجلس مع هذا الفاشل الله يستر عليه، والله ما في خير.